نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الآية. فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم. فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة رضي الله عنهم فيهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر المرجحات والأدلة التي تدل على أن من وصفوا بالإسلام دون الإيمان في النصوص أنهم ضعفاء الإيمان وأنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام، خلافا لما قال إنهم منافقون. سبق المؤلف رحمه الله ذكر مرجحات، منها أن الحرف يقول: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أن الحرف لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده. ومنها أنه قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت لهم طاعة لله ورسوله، دل على أنهم مؤمنين وليسوا منافقين. ومنها أن الله وجه الخطاب إليهم، ولو كانوا منافقين لكان هذا خلاف مدلول الخطاب، إلى أن قال المؤلف رحمه الله: ومنها هنا من المرجحات قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا من المرجحات التي تدل على أن الذين وصفوا بالإيمان بالإسلام دون الإيمان أنهم ليسوا منافقين وإنما هم ضعفاء الإيمان، أن الله تعالى أثبت المؤمنين للطائفتين المتقاتلتين، أثبت الإيمان للطائفتين المتقاتلتين. ومن المعلوم أن القتال فسق، معصية، لا يجوز قتال المؤمن لأخيه. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولكن الذي يقاتل إذا كان متأول كان يظهر له أن أحد الطائفتين معها الحق، هذا عليه أن يقاتل حملا بالآية: وإن طائفتين من اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي وإن طائفتين من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فقد وصفه الله بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم مع كونهم يقتتلون، والاقتتال فسق ومعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتال بين المسلمين أعمال كفرية من الفسق والمعاصي، ومع ذلك أثبت لهم الإيمان، فدل على أن العاصي والفاسق يسمى مؤمن ولكنه ضعيف الإيمان ولا يأخذ من دائرة الإسلام والإيمان. نعم. فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة رضي الله عنهم فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، ظهرت بدعتهم في العامة. ايش وظهرت كذا بدون واو عنده؟ ايش اعد؟ فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة رضي الله عنهم فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، ظهرت بدعتهم في العامة.
هنا في واو وليه قال في طاف تكلمت الصحابة فيهم بدون واو في المصحات. فلما شاع في أمة أبو الخارج تكلمت وتكلمت عندك بالواو، هنا النسخة الثانية بدون واو. قال في نسخة تكلمت بالنسبة ظهرت، قال في نسخة بالواو، نعم في نسخة. طيب الأمر سهل. نعم. فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله، وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما. فقالوا لما شاع في الأمة عمرو الخوارج تكلم الصحابة فيهم وبينوا بدعتهم وحذروا الناس منهم وروا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيهم، سبق أن الحديث الخوارج كلها صحيحة، فيهم عشرة حديث في الصحيحين وفي غيرهم، بخلاف الحديث القدرية فإنها ضعيفة، رفعها ضعيف ووقفها أصح. فبدعة الخوارج أول بدع ظهورا، ظهرت في أواخر عهد في عهد الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ظهرت بدعة المعتزلة، صارت بدعة المعتزلة تلي بدعة الخوارج في الظهور. أيهما أسبق؟ بدعة الخوارج أولا، فظهرت بدعة الخوارج بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فظهرت بدعة المعتزلة في أوائل عهد التابعين في أوائل المئة الثانية، وسببها أن الحسن البصري تابع جليل له حلقة يدرس، فانشق، فجاء رجل فسأل الحسن البصري عن العاصي وعن الفاسق، أجابه، وكان في حلقته عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، فاعترض على شيخهم، واعترض واصل بن عطاء وقال لا أقول مؤمن ولا أقول كافر، ثم جلس في حلقة مستقلة واعتزل حلقة شيخ الحسن البصري، ومن ذلك الوقت سموا معتزلة، قيل أولئك المعتزلة لأن اعتزلوا حلقة شيخهم الحسن البصري، ومن هنا ظهرت بدعة المعتزلة، فخالف شيخه وقال إن العاصي لا مؤمن ولا كافر، قال بتخليده في النار. نعم. فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله، وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما. فقالوا أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا، بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين. هذا مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج، يوافقون الخوارج في أي شيء؟ في تخليد العاصي بالنار في الآخر، أما في الدنيا فهم يخالفونه. فالخوارج يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ما لا يسمى؟ يقول نسمي فاسق، لا نسمي كافر ولا نسمي فاسق، في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر، ما في منزلة بين الإيمان والكفر، إما مؤمن ولا كافر. هم الآن اختلقوا من عند أنفسهم منزلة بين المنزلتين، قالوا لا نسميه لا مؤمن ولا كافر. نعم. وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأن يخرج أحد من النار بعد أن دخلها. هذا مشترك، هذا إنكار الشفاعة مشترك بين المعتزلة وبين الخوارج، كلهم أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وقالوا إن العاصي مخلد في النار لا شفاعة له، واستدلوا بالآيات التي جاءت في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآية في الكفار من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلط ولا شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الكفار حملوها على المؤمنين فقالوا لا، ليس لهم نصيب بالشفاعة، ولا يمكن أن يخرج أحد من النار بعد دخولها أبدا، فالعاصي كالكافر سواء بسواء.
الزاني والسارق وشارب الخمر والكافر كلهم مخلدون في النار ولا يمكن أن يشفع في أحد ولا يمكن أن يخرج أحد من النار بعد دخولها. مع أن الحديث في إخراج العصاة الموحدين متواترة بلغ حد التواتر ومع ذلك أنكر الخوارج المعتزلة فأنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وبدعوهم وضللوهم وفسقوهم وقالوا كيف تنكرون النصوص المتواترة بلغ حد التواتر لا حصر لها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والأصوات يشفعون فكيف كيف تنكرون الشفاعة ونصوصها متواترة؟ نعم. وقالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم والشقي نوعان كافر وفاسق ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. نعم قالوا المعتزلة الناس رجلان سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم. من هو السعيد الذي لا يعذب؟ المؤمن الموحد الذي أتى الواجبات وترك المحرمات. والشقي نوعان مو بنوع واحد، كافر أتى بفعل كفر أتى بالكفر ومات على الكفر، والثاني فاسق وهو ايش؟ المؤمن العاصي. هذا قالوا شقي، شقي كالكافر، ما في فرق بينه وبين كافر. ولن وافق الخوارج على تسمية الكفار، والخوارج قالوا الشقي لا. الشقي نوع واحد كافر، الشقي هو كافر، والكافر عندهم الذي أتى بالكفر والذي أتى بالمعصية سواء بسواء لا فرق. فالشقي نوع واحد العاصي والكافر، والمعتزل قالوا الشقي نوعان كافر وفاسق. والمؤسس للمذهب هو واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. كان عمر بن عبيد هذا زاهد في الدنيا لكن ابتلي بالكلام نفي صفات الله عز وجل. وكذلك واصل بن عطاء كانوا في الحلقة في حلقة الحسن البصري كانوا طلبة يرسون ولكن ابتلوا بهالآراء السيئة. كان واصل بن عطاء الغزال فصيح جدا عنده قوة في الخطابة والأسلوب تصريف الكلام حتى أنه يخطب الخطبة الطويلة لا يتلعثم ساعتين ثلاث إلا أنه في لسانه لثغة لثغة الراء فمن فصاحة صار يتجنب الراء في الخطبة الطويلة في الخطبة الطويلة ليس فيها راء حتى لا تبين لثغته من فصاحته. فقيل له مرة قل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق. هذه كلمة كلها فيها رأي. أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق. قال أوعز القائد بقلب القليب في الجادة. أتأدى المعنى ولا فيها رأي. أوعز القائد بقلب القليب في الجادة. وهكذا يؤدي خطبها الطويلة ليس فيها رأي. ولكنه ابتلي بهذا الاعتقاد الفاسد. هو المؤسس لمذهب المعتزلة هو عمرو بن عبيد أسس مذهب المعتزلة وهو القول بأن المؤمن العاصي يخرج من دائرة الإيمان في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج فيقال لهم كما أنهم قد الآن سبق الرد على الخوارج أمس كله في الرد على الخوارج ناقشت الخوارج ورددنا عليهم الآن سيرد على المعتزلة وهؤلاء يرد عليهم بمثل إيش؟ بمثل ما ردوا به على الخوارج ردوا به الضمير يعود إلى إيش؟ لا الأحسن بمثل ما رد به على الخوارج إذا كان يريد أهل السنة لكن أهل السنة معروف الشيخ تكلم بلسان أهل السنة نسخة عندكم ردوا به وهؤلاء يرد عليهم وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج لا أحسن بمثل ما رد به بمثل ما رد به على الخوارج. نعم. وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما رد به على الخوارج فيقال لهم
كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له. كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له. الضمير يعود إلى من؟ إلى الخوارج. كما أنهم أي الخوارج قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له. المؤمن الذي لا ذنب له هو المؤمن البطيء، والكافر الذي لا حسنة له هو الكافر والعاصي. نعم. كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له. قسمتم، الضمير يعود إلى من؟ إلى المعتزلة. قسمتم أي عليهم المعتزلة الناس إلى مؤمن لا ذنب له وهو مطيع، وإلى كافر وفاسق لا حسنة له. الكافر معروف والفاسق هو المؤمن العاصي، جعله قسمين، لكن الفاسق لا حسنة له كما الكافر لا حسنة له، جعلوا الفاسق مثل مؤمن مثل كافر، والفاسق مؤمن له حسنات عند أهل الحق، لكن عند المعتزلة ليس له حسنة. نعم. فلو كانت حسنات هذا كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد. هذا الرد الأول. الرد الأول نقول للمعتزلة لو كانت حسنة العاصي هذا، الضمير يعود إلى من؟ العاصي مرتكب الكبيرة. لو كانت حسنة العاصي مرتكب الكبيرة حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة في القتل والاسترقاق كما يستحق المرتد. لو كان العاصي إذا فعل الزاني أو السارق أو شرب الخمر أو المرابي تحبط عمله، تحبط أعماله ويصير كافر كما تقول، وليس له حسنات، يستحق المعاداة المحضة في القتل، يقتل ويسترق كما أن الكافر يقتل ويسترق. المؤمنين إذا قاتلوا الكفار يقتلونهم ويسترقونهم إذا صار أسرى بأيديهم، فلمن مخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة؟ فهذا المؤمن العاصي الذي تقول معتزلة إنه لا حسنة له لو كان وأنه أعماله حابطة، لو كانت أعماله حابطة يستحق أن يعادى معادة تامة كالكافر ويقتل ويسترق، لكن النصوص دلت على أنه يعامل معاملة المؤمنين. نعم. فلو كانت حسنات هذا كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. فإن هذا يعني العاصي تكون كبيرة أظهر دينه، أظهر دين الإسلام مؤمن. يا ساعة العاصي صارت مؤمن، قال نعم أنا مؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله ونصلي وأصوم ويظهر دينه وينتسب إلى الإسلام بخلاف الكافر. المؤمن ولو كان عاصي، ترى العاصي يعق والديه أو يقطع رحمه أو يأكل رشوة يظهر دينه، أنا مسلم أنا مؤمن يصلي ويصوم، هذا أظهر دينه بخلاف الكافر. نعم. وقد قال الله في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته. يعني الآية هذا فيها رد على المعتزلة. وجه الرد من الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن الله خص وعلق، خص ما خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة، فجعل ما دون ذلك معلق بالمشيئة، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أن العاصي تحت المشيئة لأنه دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه يخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين كما دلت على ذلك النصوص. نعم. ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره،
لا يجوز أن يحمل هذا لشرط تعود إلى إيش؟ تعود إلى الحكم الذي دلت عليه الآية السابقة: إن الله لا يأخذ الشكر ولا يأخذ ما دون ذلك لمن يشاء. لا يجوز أن يحمل هذا على التائب. لا يقول قائل إن هذه إن الله لا يأخذ الشكر به إنها على التائب، لا. لماذا؟ لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره. التوبة تجب ما قبلها سواء كان الشرك أو غير الشرك. من تاب إلى الشرك قبل الله توبته، إذا كان التوبة نصوح. من تاب من الزنا أو السرقة أو الربا قبل الله توبته. والآية فرقت بين الشرك وبين غيره: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن هذه الآية في غير التائبين. هذه الآية إن الله يغفر الشرك به في غير التائبين. لماذا؟ لأن الله تعالى فرق بين الشرك وغيره، فخص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه تحت المشيئة. أما التوبة فإنها تجب ما قبلها أي كان. توبة من الشرك، من الكفر، من النفاق، من الزنا، من السرقة. المهم إذا كانت توبة نصوح، وإذا توبة نصوح جاء السائب بشروطها: تكون توبة لله، أقلع عن المعصية، وندم على ما مضى، وعزم على عدم العودة إليها، ورد المظلمة إلى أهلها، وكانت التوبة قبل الموت وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان. هذه مقبولة من كل شخص، حتى المثلثة النصارى الذين عيش قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عرض الله عليهم التوبة. يقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال بعد ذلك: أفلا تبون الله ويستغفرونه. عرض عليهم التوبة. فدل على أن هذه الآية في غير التائبين، بخلاف آية الزمر فإنها في التائبين، وهي كما سيذكر المؤلف رحمه الله، يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه في التائبين، أجمع العلماء على أنها في التائبين، لأن الله عمم وأطلق. عمم إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي دم، كفر، شرك، نفاق، عمم وأطلق، ولم يخص ولم يقيد. فدل على أنها في التائبين. فآية الزمر في التائبين، وآية النساء في غير التائبين. إن الله لا يغفر الشرك به هذه في غير التائبين، هذه آية النساء في موضعين. وأما آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فهي في التوبة في التائبين. نعم. ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق، لأن المراد به التائب. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق. هناك لشرة تعود إلى الآية آية النساء، فهنا لشرة تعود إلى آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا، وهناك تعود إلى آية النساء إن الله يغفر الذنوب. هناك خص وعلق. وين التخصيص؟ تخصيص الشرك، إن الله يغفر الذنوب، خص الشرك لأنه لا يغفر، وعلق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علق ما دون الشرك على المشيئة. هناك خص وعلق، وهنا آية الزمر عمم وأطلق. نعم. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف:
ظالم لنفسه ومقتصد وسابق للخيرات. سابق للخيرات بالخيرات. فقد قسم الله تعالى الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: الإسلام والإيمان والإحسان، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم، هذه الآية وهي آية فاصل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه هي أقسام المؤمنين، هؤلاء الثلاثة كلهم مؤمنون، لأن الله أورثهم الكتاب واصطفاهم، كلهم اصطفوا، كلهم أورثهم الله الكتاب القرآن واصطفاهم. فالظالم لنفسه هو المؤمن العاصي الذي أقر، الذي فعل بعض الواجبات، الذي أخل بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. والمقتصد المؤمن المطيع الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، لكن ما عنده نشاط في فعل المستحبات والنوافل، وليس عنده نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه وفضول المباحات، بل قد يتوسع في المباحات، قد يفعل المكروهات كراهة التنزيه، قد يفعلونها ولكنهم لا يفعلون المحرمات ولا تكون الواجبات. هؤلاء يسمى، قال لهم مقتصدون ويقال لهم أصحاب اليمين. الصنف الثالث السابق بالخيرات، السابق هذا هم الذين أدوا الواجبات ومع ذلك صار عندهم نشاط ففعلوا المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات، وصار عندهم نشاط معلش فتركوا المكروهات كراهة التنزيه، وتركوا فضول المباحات خشية الوقوع في المحرمات. فهؤلاء كلهم سم، هؤلاء كلهم مؤمنون. والعاصي كيف يكون من المصطفين وهو عاصي؟ نعم، اصطفاه الله فسلم من الشرك، لما سلم من الشرك ووحد الله واخلصه للعبادة صار من المصطفين دون الكفار. والقسم الرابع الكفار. وفي سورة الواقعة قسمه الله ثلاثة أصناف، وقالوا: كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال، والسابقون السابقون. أصحاب اليمين والسابقون وأصحاب الشمال، وفي آخر الواقع قسمه كذلك. نعم، والمؤمنون ينقسم قسمين: سابقون بالخيرات ومقتصدون. نعم. ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب. المؤلف يقول هؤلاء الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق ينطبقون على الطبقات الثلاثة في الجبرية: الإسلام والإيمان والإحسان. فالظالم نفسه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لأنه فعل بعض لأنه ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. والمقتصد يسمى مؤمن، والسابق الخيرات يسمى محسن. يقول مؤلف: معلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر، ما هو الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه عندك إن أريد به ومعلومه. معلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو لا. لا، الأقرب والله أعلم هنا. ومعلوم الظالم نفسه لا يراد به من اجتنب الكبائر، يعني إن أريد به من اجتنب الكبائر، يعني ما أريد به من اجتنب الكبائر، النافية بمعنى ما، يعني إن أريد به من اجتنب الكبائر ما يراد به من اجتنب الكبائر، فالظالم نفسه هو الذي يفعل بعض الكبائر. والتائب من جميع الذنوب هذا مقتصد أو سابق؟ التائب من جميع الذنوب إما مقتصد إذا كان ما يفعل بعض النوافل المستحبات، وإما سبب الكبائر كان يفعل مع ذلك المستحبات. فإذا الظالم نفسه ليس غير التائب، الظالم نفسه الذي يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات ولم يتب، هذا يسمى ظالم نفسه. أما من تاب فهذا، من تاب معناه
نتابع من تركه فعل بعض الكبائر فيكون من المقتصدين أو من السابقين. فالظالم نفسه يراد به ما يراد به من اجتنب الكبائر، إن أريد به من اجتنب، يعني ما أريد به من اجتنب الكبائر، بل يراد به من فعل الكبائر أو بعض الكبائر، هذا الظالم نفسه. والتائب من الذنوب بين أحد أمرين، إما مقتصد وإما سابق. فإن تاب وفعل المستحبات والنوافل فهو سابق، وإن تاب واقتصر على أداء الفرائض وترك المحرمات فهو مقتصد. والظالم نفسه فعل بعض الكبائر أو ترك بعض الواجبات. نعم، كان يعني صور ومعلوم أن الظالم نفسه يراد به من لم يجتنب الكبائر، أو إن أريد به نافية، إن نافية بمعنى ما، لأن نافية تأتي بمعنى، إن تأتي بمعنى ما. نعم، لهنا ظاهر هذا، إن تأتي بمعنى ما في لهنا ظاهر في النصوص. نعم، وكذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا، أو يطهر العذاب، ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا، يعني العذاب، يعني التائب هذا إما مقتصد أو سابق. ويقولون ليس أحد من بني آدم يخلو من الدم، الإنسان محل الدم، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. إن تاب من الدم وفعل المستحبات فهو سابق، وإن تاب من الدم ولم يفعل النوافل فهو مقتصد. إذن ما هو الظالم نفسه؟ لا بد أن يكون الظالم نفسه. من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. إذن لا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر به من الخطايا، وهو العاصي، هذا المؤمن العاصي، وهذا هو الذي فيه الكلام الآن وفيه النزاع وفاسق البلد. فهذا العاصي موعود بالجنة إن عاجلا أو آجلا، إن عفى الله عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن لم يعفى الله عنه عذب بالنار ثم يخرج بها إلى الجنة. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هو مما يجزى به ويكفر به من خطاياه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذا حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهم. ما يصيب وصب، الوصب المرض، والنصب التعب، والهم والحزن والغم من أمراض الداخلية، أمراض باطن، والأذى عام، وقيل الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتعذى به، والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده. هذه كلها يكفر بها من خطايا إذا صاب الإنسان مرض أو تعب أو هم أو حزن أو غم أو أذى، حتى الشوكة إذا أصابت كفر الله من خطايا، إذا شوكة أصابت جسمه كفر الله منه من خطايا. ولما نزل قوله تعالى كما سبق المؤلف رحمه الله في يعمل سوء يجزبه، بين الذي يصل إلى أبي بكر أن الحزن والهم يجزبه الإنسان. نعم، وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزبه، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به. وأيضا فقد اللأواء الشدة وضعة العيش،
لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزبه. قال أبو بكر رضي الله عنه جاءت قاصرا في الظهر. أبو بكر رضي الله عنه فقهه وعلمه وورعه يفهم معنى الآية من يعمل سوءا يجزبه. الآية عامة، كل سوء يعمل الإنسان لابد أن يجازه. قال أبو بكر رضي الله عنه جاءت قاصرا في الظهر، من يستطيع أن يفك عن الآية؟ من يستطيع يعني لا يعمل شيء، لا يقع في سيئة ولا هفوة؟ ما يستطيع، ما أحد يستطيع. كل شيء نعمله لابد من جزاء به. فبين له أن الجزاء ليس خاصة في الآخرة بل في الدنيا. قال يا رب ألست تنصب؟ تنصب تحزن؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء والشدة والهم والغم؟ قال بل. قال ذلك مما تسألون به. فإذا تعب الإنسان أصاب نصب أو هم أو غم أو شوكة أو أذى أو ضيق أو مصيبة كفر به من خطائه، كل هذه كفر به من خطائه، والحمد لله على ذلك. إنه المؤمن أمره كله له خير، ولهذا جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن ينصب يحزن يتعب سبها اللأوى والشدة وضيق العيش والمرض، هذا كله ما يسببه الإنسان. نعم. وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. هذا المرجح السادس من مرجحات أن وصف العصاة بالإيمان والإسلام لضعف إيمانهم لا لنفاقهم، وأن المؤمن العاصي يدخل إذا دخل النار فإنه يعذب بها ثم يخرج، وقد يشفع فيه فلا يدخل النار وقد عفو الله عنه. فدل هذا على أن فاسق الملي أو العاصي والذي وصف بالإيمان دون الإسلام لا يخرج من الإيمان ولو ضعف إيمانه. هذا المرجح السادس أنه تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخرج أقوام من النار بعدما دخل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. تواتر الحديث هذا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة أربع مرات، كل مرة يحد الله له حده. جاء في بعض الحديث أن الله يقول أخذ من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان، في بعضها مثقال نصف دينار، وفي بعضها أخذ من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، وفي بعضها أخذ من في قلبي أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، وفي بعضها أخذ من كان في قلبي أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجهم بالعلامة، جعل الله له علامة. وهذا في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد العصاة في النار وأنهم لا يخرجون منها. هذا دليل على، هذا من المرجحات على أن العاصي وضعيف الإيمان لا يخرج من الإيمان ولا يسمى منافقا، بل عنده أصل الإيمان، يقال إنه مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان. نعم. وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد. نعم. الحديث حجة على الطائفتين الوعيدية، هم الخوارج والمعتزلة، يسمون الوعيدية لماذا؟ لأنهم يعملون بنصوص الوعيد ويغمضون أعينهم عن نصوص الوعد. فالخوارج والمعتزلة عندهم نصوص الوعيد ركزون عليها فقط، يعملون بعض النصوص ويتركون بعض النصوص. مثل إيش؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا النصوص الوعيد. إذن آكل مال اليتيم مخلف في النار.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن القاتل مخلد في النار. وهكذا النصوص التي فيها الوعيد العصاة، من اقتطع مالا من بيمينه أوجب الله له النار، هذا من نصوص الوعيد. وين نصوص الوعد؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حق الله على العباد يعبده ولا يشرك به شيئا، وحق العباد الله لا يعذب ولا يشرك به شيئا، يغمضون عينهم عنه، ما يعملون إلا بنصوص الوعد. أهل الزيغ، هذه علامة أهل الزيغ، علامة أهل الزيغ يأخذون بعض النصوص ويتركون بعض الآخر. فالخوارج والمعتزلة أخذوا النصوص الوعيد، فخلدوا العصاة في النار وأخذوهم من الإيمان في الدنيا، وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعد. قابلتهم المرجئة، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد، قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن المعاصي ما تضر، العاصي ما تضره المعاصي، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أما أسأل الدرس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه. إذن قالوا خلاص الموحد لا يضره أي كبيرة يعملها. وإن نصوص الوعيد أغمضوا عنهم عنه، لأنهم أهل الزيغ، فجاهلوا السنة واستغلوا الموقف وأخذوا نصوص الوعيد واصطفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا بها مذهبهم، قالوا مذهبهم باطل بنصوص الوعيد، وأخذوا نصوص الوعد واصطفعوا بها وجوه الخوارج المعتزلة وأبطلوا بها مذهبهم، وقال مذهبهم باطل، فأبطلوا مذهب الخوارج المعتزلة بأدلة المرجئة، وأبطلوا مذهب المرجئة بأدلة الخوارج المعتزلة، تعارضا فتساقطا، وبقي مذهب السنة والجماعة. قال أهل السنة أنتم أدلتكم أيها الخوارج نأخذها ونستدل بها على أي شيء؟ على أن المعاصي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، لكن لا يأخذ بها من الإيمان بدليل نصوص الوعد. ونأخذ أدلتكم أيها المرجئة نصوص الوعد ونستدل بها على أن العاصي ما هو أصل الإيمان ولا يأخذ من الإيمان، ولكن المعاصي تضره وتنقص بدليل نصوص الوعيد. فأخذوا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وعملوا بالأدلة من الجانبين وأبطلوا مذهب الخوارج بأدلة المعتزلة بأدلة المرجئة، وأبطلوا مذهب الخوارج والمعتزلة بأدلة المرجئة، وأبطلوا أدلة المرجئة مذهب المرجئة بأدلة الخوارج والمعتزلة، وبقي مذهب السنة في الميدان والصحيح. نعم. فهنا يقول مؤلف هذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، الذين يقولون هذا وصف مشترك من الخوارج والمعتزلة، يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وحجة على المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، هؤلاء متوقفون عندهم شك يسمون الواقفة، فإذا قيل لهم هل التوحيد أهل التوحيد يدخلون النار الوسط يقول ما ندري، يمكن يدخلون يمكن لا يدخلون ما ندري توقفي. فهذه النصوص حجة عليهم، النصوص هي أنهم يخرجون أنهم يدخلون ويخرجون. نعم. وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. القاضي أبي بكر الباقلاني هو من أمثل المعتزلة الأشاعرة، وافقوا المرجئة الواقفة طوائف من الشيعة والأشعرية، توقفوا في دخول العصاة أهل التوحيد النار. نعم. وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. نعم، هذا القول يقولون لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد ولو فعل جميع الكبائر وجميع المعاصي، هذا يقول غلاة المرجئة كالجهمية، يقول المؤلف رحمه الله لا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر هذا القول، ما في أحد من العلماء ينتسب إلى العلم يقول بهذا القول، إنما يقوله غلاة المرجئة. غلاة المرجئة هم الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان طاعة،
كما لا ينفع مع الكفر معصية. فيقولون إن المؤمن إذا عرف ربه بقلبه يكفي، ولو فعل جميع المنكرات جميع الكبائر حتى بعض المكفرات، لو فعل المكفرات ما يضره ما دام أنه يعرف ربه بقلبه، وهذا من أبطل الباطل. نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته. ومعلوم أن من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. هذا المرجح السابع المرجحات لمذهب الجمهور، جمهور السلف والخلف، القائلين بأن الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان ليسوا منافقين وإنما معهم أصل الإيمان. هذا المرجح السابع، خلافا لطائفة من السنة على رأسهم الإمام البخاري وجماعة، إنهم قالوا إن هؤلاء منافقون الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان. هذا المرجح السابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر، شارب الخمر عاصي ضعيف الإيمان، ومع ذلك قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات لأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته. الرجل الذي كان يؤتى به كثيرا يجلد في الخمر، فلما لعنه رجل قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يقول المؤلف ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك، فمن أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله، والذي يحبه الله ورسوله لا يمكن أن يكون كافر أو منافق، المنافق لا يحبه الله ورسوله دل على أنه مؤمن. نعم. وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان فيهم مصطح بن أثاثة أثاثة كان فيهم مصطح بن أثاثة وكان من أهل بدر، وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا يصله، ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإن قيل إن هذا القصة قصة قالت عائشة معروف أنه أشاعه أهل الإفك، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كان يشيع الإفك، والإفك أسرع الكذب، وهو قذف عائشة رضي الله عنها بفاحشة نعوذ بالله لما تخلفت عن الجيش وأركبوا هودجها الذين وكلوا بالهودج وظنوا أنها فيه، فكانت خرجت حاجتها لخفتها فصار الجيش وتركها، فجاء معطل غصفان المعطل السلمي كان قد تأخر، فلما رآها عرفها خمرت وجهها بجلبابها ثم أناخ لها البعير فركبت وجعل يقودها إلى المدينة، فأشاع أهل الإفك المنافقين وغيرهم، وعبد الله بن أبي يستوشيه ويجمعه ولكن لا يمسك عليه شيء، ولهذا ما جلده النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عليه شيء، يستوشيه وينشره من بعيد لكن لا يتكلم به أمام أحد حتى لا يثبت عليه شيء، فهو الذي تولى كبره، فهو الذي تولى كبره فهو على ابن علي، تولى كبره عبد الله بن أبي، وشارك في هذا تكلم في هذا بعض الصحابة، منهم حسان بن ثابت الشاعر، ومنهم مصطح ابن أثاثة، مصطح ابن أثاثة هذا ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وعيش وفقره، فقير قريب، جلده النبي صلى الله عليه وسلم مصطح وجلد أثاثة، وقام عليهم الحد 80 جلدة، ومعلوم أن الحد طهارة، طهرهم الله فيها بإيش؟ الحد والتوبة طهارة، فلما شارك مصطح بن أثاثة في الإفك حلف أبو بكر أن يقطع النفقة عنه، أن ينفق عليه لفقره لأنه فقير وقريب، فقير ابن خالته، حلف أبو بكر أن يقطع النفقة، فأنزل الله هذه الآية تنهى أبو بكر عن الحلف
قال قال الله تعالى ولا يعتلي، لا يعتلي يعني لا يحلف، لا يحلف يعتلي يحلف، ولا يعتلي أولو الفضل منكم والسعة، أبو بكر الفضل والسعة بالغنى، أن يؤتوا أولي القربى وهو مصطح والمساكين والمهاجرين، فمصطح من القرابة ومسكين ومهاجر، سمعت في الأوصاف قريب ومسكين ومهاجر ينفق عليه، ولا يعتذر بفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر لما نزلت هذه الآية بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة التي ينفقها على مصطح. نعم. وإن قيل إن مصطحا رضي الله عنه وأمثاله، وإن قيل نعم، وإن قيل إن مصطح رضي الله عنه وأمثاله تابوا، لكن الله تعالى لم يشترط بالأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة. نعم، يعني يقول إن هذه الآية أنزلها الله في أمر أبي بكر بالعفو والصفح، إذا قيل إن مصطح وأمثاله تابوا إلى الله والتوبة طهارة وأقيم عليهم الحد والحد طهارة، لكن يقال الآية ليس فيها شرط التوبة، ما قال الله وليعفوا وليصفحوا إذا تابوا، فدل على أنه مأمور بالصفح والتوبة حتى ولو لم يتوب، لأنه مؤمن ولو كان عاصي، فدل على أنه بقي على إيمانه وأنه ليس من المنافقين. وجه الدلالة أن الله أمر أبا بكر بالعفو والصفح والنفقة ولم يشترط التوبة، ولهذا قال المؤلف لكن الله لم يشترط في الأمر بالعفو عنه والصفح والإحسان إليهم التوبة. نعم. وكذلك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد عمر رضي الله عنه قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، هذا المرجح التاسع من المرجحات، أن من أصف الإيمان دون الإسلام فإنه يبقى على إيمانه، وأن من فعل المعصية وقال إيمانه. قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتأول وقال إن يريد أن يضع يدا عندهم ليحموا بها أهله وعشيرته، هكذا عذره، وهو صادق في ذلك، فأنكر الله عليه وأنزل فيه صدر سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وفي آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فجعل الله فعل حاطب من التولي، ومع ذلك فهو مسلم من الصحابة ومن شهد بدرا، فهذا كله من المرجحات لجمهور السلف والخلف على أن من فعل معصية فإنه يبقى على إيمانه، وأن من وصف بالإسلام دون الإيمان فإنه لا يأخذ بذلك عن دائرة الإيمان ولا يكون من المنافقين. ولما أراد عمر قتله قال دعني أضرب عنقه، لفظ الآخر أن عمر قال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. عمر معذور لأنه متأول حيث رأى حاله، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب وسأله قال يا رسول الله تعجل علي، فوالله ما فعلت ذلك رضا بالكفر بعد الإيمان، وإنما أردت أن أتخذ يدا عندهم يحمون بها أهلي وعشيرتي، وإنما عندك من قريش لهم قرابات يحمون أهلهم، فأردت إنساكا لذلك أن أتخذ عندهم يدا. فقال عمر يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله، فقال أما إنه قد صدقكم،
وقال أما إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقصة حاطب من أبي بلتعة دليل لجمهور السلف والخلف في بقاء الإيمان مع المعصية، وأن من وصف بالإسلام دون الإيمان فإنه لا يكون من المنافقين. نعم، تعال نقف على مرجح العاشر.